ها جهزت شنطتك يا أستاذ؟ ليه يا جدو؟ أنت نسيت ولا إيه؟ أنا قايل لك من كام يوم هنسافر الأقصر، وطيرتنا بعد كام ساعة من دلوقتي. أنا مش عايزة أسافر يا جدو، أنا عندي بكرة دورة بلاي ستيشن ومعزوم على عيد ميلاد بالليل. أنا عازمك الصبح بدري على أهم عيد ميلاد ممكن تحضره في حياتك. عيد ميلاد إيه بس ده اللي هيبقى الصبح يا جدو؟ عيد ميلاد الملك رمسيس الثاني. تاني يا جدو، مالي أنا ومال رمسيس ولا غمرة؟ آه يا ريت تذاكر تاريخك زي ما أنت مذاكر خط المترو. عارفه يا جدو، من أول مصر هي أمي لحد ما شربتش من لها جربت تغني لها. لا 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 لا، ده تاريخ الأغنية الوطنية ضعيفة، لكن تاريخ مصر حاجة تانية. بكرة 22 أكتوبر تعامد الشمس على وجه الملك بيحصل مرتين في السنة، بكرة في عيد ميلاده ويوم 22 فبراير يوم تتويجه. شفت قد إيه الفراعنة كانوا متقدمين في العلم، عظماء بجد. أنا مش رايح يا جدو. الملك يا جدو؟ هو الملك رمسيس الثاني من أعظم ملوك الفراعنة. ومين اللي جنبه دي يا جدو؟ دي الملكة نفرتاري زوجة الملك، كانت بينهم قصة حب عظيمة. الملك رمسيس الثاني كان بيحبها قوي، ولو قريت اللي كتبه الملك على الجدران هتلاقيه بيوصفها بأنها ربة الفتنة والجمال وجميلة المحية وسيدة الدلتا والصعيد. أمير!